مر علينا حوالي سنتين من وقت الكشف عن أول صورة للثقب الأسود الهائل اللي بيقع في مركز مجرتنا درب التبانة المعروف باسم ساجيتاريوس A، وفي محاولة تانية لتصويره نجح علماء الفيزياء الفلكية في التقاط وتحليل تأثيرات الاستقطاب الخاصة بالمجالات المغناطيسية اللي بتلتف حوالين الوحش العملاق ساجيتاريوس A، واللي اعتبروا العلماء إنجاز بيكشف عن بنية مغناطيسية بتحاكي وتماثل البنية الموجودة في الثقب الأسود في قلب مجرة M87. الثقب الأسود الأول اللي تم تصويره، والاكتشاف ده مش بيسلط فقط أوجه التشابه المثيرة للاهتمام بين الوحشين العملاقين ساجيتاريوس A وميسييه 87، إنما بيمثل قفزة كبيرة في فهمنا للقوى المغناطيسية اللي بتحكم قلب المجرات أمثال مجرتنا. فيلا تعالوا مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة، نتعرف على الصورة الجديدة دي ونكشف أسرارها مع بعض، ونشوف برضو إيه وجه المقارنة بينها وبين صورة الثقب الأسود M87 في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أهل فلسطين ويشمل أهل غزة بالأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يشفي مريضهم ويداوي جريحهم، اللهم آمين. علماء الفلك اكتشفوا في ستينيات القرن اللي فات أدلة على أن المجرات الضخمة شايلة في مراكزها نوع من الثقوب السوداء معروفة بكتلته المهولة اللي تقدر بمقدار بيتراوح ما بين مليون لمليار كتلة شمسنا. ومن وقت اكتشافهم لده أظهرت الدراسات الخاصة بمدارات النجوم على أن حتى المجرات اللي كتلتها بسيطة نسبيا زي مجرتنا درب التبانة هم برضو مخبيين في مراكزهم ثقوب سوداء فائقة الكتلة، ولكن أصل الثقوب دي فضل لغز غير محلول. بس في بداية التسعينيات بدأ تلسكوب هابل في أنه يقدم لنا أدلة مقنعة عن حقيقة وجود ثقوب سوداء عملاقة بتبلغ كتلتها ملايين أو مليارات المرات من كتلة شمسنا. وبسبب قدرة هابل على تمييز الأجرام اللي ضوءها خافت الموجودة جنب الأجسام الساطعة، قدر التلسكوب أن يقدم ملاحظات محددة بتوضح وجود الثقوب السوداء الضخمة اللي بتسكن في قلب المجرات. ومن خلال كشف هابل لفكرة أن معظم المجرات تم مشاهدتها في حالة اصطدام مع مجرات تانية، ووفقا للنظرية دي قدرنا نستنتج أن المواجهات العنيفة دي هي مصدر الغذاء للثقب الأسود المركزي. وبما ان الثقب الاسود الممتلئ بالغاز بيفقد شوية من المواد بسبب النفسات المشتعلة اللي بتنطلق من مركز المجرة، وقتها قدر هابل يكتشفها ويحللها بسهولة، وبكده قدر هابل يعزز فكرة الثقوب السوداء فائقة الكتلة عن طريق قياس كتلتها. وفي سنة 1997 قدر يقدم اول قياسات بتثبت وجودها، وده لما وجه التلسكوب اجهزته ناحية مركز المجرة الاهليجية العملاقة M87. ومن خلال شوية دراسات تانية قدرنا نتوصل لحقيقة ان الثقوب السوداء يمكن كانت في الماضي مرتبطة بشكل اساسي بولادة وتطور المجرات. والحقيقة دي توصلنا ليها لما عزز تلسكوب هابل الفكرة دي من خلال العلاقة اللي اظهرها، واللي بتقول ان كتلة الثقب الاسود مرتبطة بكتلة الانتفاخ المركزي للنجوم في المجرة، وكل ما كان الانتفاخ اكثر ضخامة كل ما هيكون الثقب الاسود اكثر ضخامة، والعلاقة دي بتشير لوجود آلية تغذية بين نمو المجرة ووجود ثقبها الاسود المركزي. وقبل 20 سنة من دلوقتي ما كناش متأكدين من حقيقة وجود ثقب اسود هائل في قلب مجرتنا، ولكن من خلال قياس النفسات اللي بتخرج من مركز المجرة ومن خلال قياس معدل دوران النجوم القريبة من المركز قدرنا نتأكد بوجود ثقب اسود ضخم، وقدرنا نحسب كتلته، واللي اظهرت الحسابات انها تعادل 4 مليون كتلة شمسنا. ولو رجعنا بالزمن لورا علشان نعرف الثقوب الضخمة دي تكونت ازاي، فوقتها الحكاية كلها هنلاقيها بتبدأ بموت نجم ضخم واحد بعد حوالي 200 مليون سنة من نشأة الكون، لما كان الكون شايل جواه نجوم ضخمة كتلتها بتوصل لمئات المرات من كتلة شمسنا، نجوم لونها ازرق وعمرها قصير جدا، عايشة عن طريق الاندماج النووي لشوية ملايين من السنين. وبمجرد ما ينتهي الغذاء ده الجاذبية بتتحكم في الموضوع، وإذ فجأة النجم بينهار ويفضل فقط مكانه شبح صغير جدا. الوحش ده هو الثقب الأسود، وفي الوقت ده الثقب الأسود بيكون مجرد طفل رضيع لغاية ما بيقابل شوية نجوم وغازات كونية في الفضاء، ويبتدي يلتهمها لحد ما يكبر ويكبر ويكبر، ولحد ما يقابل ثقوب سوداء شبيهة بيه ويندمج معاها
ويكبر ويكبر لحد ما تبقى كتلته كبيرة جدا، ويبتدي دوره في تطوير ونشأة المجرات. ولكن مش معنى ان المجرات الضخمة بتحتوي على ثقوب سوداء مركزية ساهمت في تطورها يبقى كل المجرات كده. والعلماء بيقولوا ان ده شيء بيقتصر على المجرات الضخمة، ومش هنقدر نتأكد من ان حتى المجرات الصغيرة شايلة في مركزها ثقب اسود ضخم الا لما نرصدها باجهزتنا، واللي يعتبر موضوع مش سهل علشان نحدده في كل مجرة في الكون. ولكن اللي نعرفه متأكدين منه ان مجرتنا اللي حجمها مش كبير جدا ولا صغير جدا تعتبر شايلة جواها ثقب اسود مركزي. في سنة 1974 الفلكيين الامريكيين بروس باليك وروبرت براون قرروا يوجهوا التلسكوبات الراديوية في مرصد جرين بانك بولاية فيرجينيا الغربية ناحية مركز مجرة درب التبانة، وراحوا مكتشفين بقعة خافتة توقعوا انها تكون الثقب الاسود المركزي في مجرتنا. وعلى مدى 20 سنة من بعد اكتشافهم واصل علماء الفلك الراديوي تحسين رؤيتهم تدريجيا للبقعة الخافتة دي، لكنهم كانوا محدودين بسبب الافتقار للتلسكوبات المناسبة والتكنولوجيا البدائية نسبيا وقتها. وده غير ان المكان ده يعتبر مخفي بحجاب متعدد الطبقات. الطبقة الاولى هي المستوى المجري، ودي عبارة عن ما يعادل من 26 ألف سنة ضوئية من الغاز والغبار اللي بيحجب الضوء المرئي. ولو قررنا نرصد بالموجات الراديوية وقتها هنلاقي ان موجات الراديو بتبحر خلال المستوى المجري دون عوائق، ولكن بتحجبها طبقة الحجاب التانية واللي هي رقعة مضطربة من الفضاء بسبب اختلاف الكثافة في الوسط البنجمي اللي بتخلي مسار موجات الراديو يخرج شوية عن مساره. اما عن البقعة الاخيرة اللي بتمنعنا من رؤية البقعة الخافتة هي المادة المطموسة المحيطة بالثقب الاسود نفسه، وده لان النظر من خلال الحاجز ده صعب جدا. وفي الثمانينات اظهر الفيزيائي تشارلز تاونز وزمايله ان السحب الغازية في مركز المجرة كانت تتحرك بطرق ملهاش معنى الا لو كانت تحت تأثير كتلة جاذبية كبير غير مرئي. وفي التسعينيات بدأ مجموعة من العلماء بشكل مستقل في تتبع مدارات النجوم الزرقاء العملاقة في مركز المجرة ورسم خرائط لحركتها حوالين نقطة محورية تقيلة ولكن مخفية. وفي الوقت نفسه اتحسن الوضع بالنسبة لعلماء الفلك الراديوي، وفي أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن 21 بدأ ينتشر جيل جديد من التلسكوبات الراديوية عالية التردد. وفي الوقت نفسه أدت ثورة الحوسبة وقتها لظهور محركات الأقراص الصلبة والهواتف الذكية، واللي بدورها عملت زيادة كبيرة في كمية البيانات اللي بيقدر كل مرصد في شبكة من التلسكوبات الراديوية إنه يسجلها ويعالجها. في سنة 2007 تم استخدام 3 تلسكوبات في هاواي وكاليفورنيا ونيو مكسيكو علشان يرصدوا مركز مجرتنا، ورغم انهم كانوا بعيدين جدا عن انهم يطلعوا للمجتمع بصورة الا انهم قدروا يشوفوا ويرصدوا النقطة دي. وبعد مرور 5 سنين مجموعة من علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية اللي كانوا شغالين على الزاوية الغامضة دي من علم الفلك اتفقوا على الهدف الرسمي المتمثل في بناء تلسكوب راديوي افتراضي على نطاق كوكب الأرض كله لمراقبة النقطة الخافتة في مركز مجرتنا. وفعلا تم عقد أول اجتماع رسمي لبدء المشروع في يناير 2012، ومن وقتها تم إنشاء فريق مرصد أفق الحدث Event Horizon. وبعد 5 سنين من الملاحظات وبعد ما اتطور التعاون لأكثر من 200 عالم مع 8 مراصد مشاركة في جميع أنحاء العالم قدر الفريق ياخد أول لقطة واقعية لقلب مجرتنا، وده حصل في سنة 2017 لما التلسكوبات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وهاواي وأوروبا والقارة القطبية الجنوبية اشتغلوا بشكل جماعي، وده اللي مكنهم من انهم يلتقطوا صورة لظل الثقب الاسود من خلال تقنية تسمى قياس التداخل الاساسي الطويل جدا او الـ Very Long Baseline Interferometry او اختصارا الـ VLBI، اللي يعتبر قائم على انه يجمع بين المراصد الراديوية في قارات متعددة علشان يشكل تلسكوب افتراضي بحجم الارض. والجهاز ده حاليا يعتبر صاحب اعلى دقة في علم الفلك، وبعد التعاون اللي حصل ده قدر يجمع 65 ساعة من البيانات على 1024 قرص صلب سعة 8 تيرا بايت. تخيل كمية البيانات قد ايه؟ وزن الهاردات دي نص طن يا مؤمن، 5 مليون جيجا بايت، واللي تم شحنها للكمبيوترات العملاقة في ماساتشوستس وألمانيا علشان يحللوها. وفعلا بعد 5 سنوات من التحليل اظهر فريق الـ EHT للعالم
ان تجربتهم كانت ناجحة، وده كان من خلال انه في 12 مايو 2022 كشفوا عن اول صورة لساجيتاريوس A، الثقب الاسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. بس خلينا عارفين من ان الصورة دي كانت جاية من الانبعاثات الراديوية اللي جاية من الثقب الاسود، يعني ما نقدرش نقول ان هي صورة مرئية ولا صورة بالاشعة تحت الحمراء، انما اشعة راديوية ناتجة عن النشاط الراديوي من الثقب الاسود. وبكده احنا محصورين بنطاق معين من المعرفة، للأسف الشديد طبعا، لان الاشعة الراديوية مش بتقول لنا كتير عن خصائص الثقب الاسود. ومن وقتها فضل الباحثين متحمسين علشان يشوفوا ايه اللي هنقدر نوصله لو استعملنا ترددات مختلفة، يعني على سبيل المثال زي الضوء المستقبل او البولاريزد لايتس، الضوء اللي بيمر من خلال مرشحات معينة مثلا. الصورة اللي تم التقاطها مؤخرا يمكن للوهلة الاولى تبان ليك انها ما بتفرقش عن الصورة الاولى اللي اتخذت لنفس الثقب في مركز مجرتنا، ولكن خلينا اقولك ان الصورة الجديدة بالضوء المستقطب للثقب الاسود ده بتكشف لينا عن اسرار كتيرة، اهمها وجود مجالات مغناطيسية قوية للثقب الاسود، المجالات اللي بتتكون نتيجة تجمع كتلة من المواد في الثقب الاسود، وبتختلف الطبيعة المحددة للمجال المغناطيسي للثقب الاسود باختلاف خصائص الثقب الاسود نفسه زي كتلته ودورانه وشحنته الكهربائية لو كانت موجودة. ولكن بشكل عام ممكن يكون للمجال المغناطيسي للثقب الاسود تأثيرات قوية ومعقدة على المادة والطاقة في المناطق المحيطة به. وعلشان اوضح وبسط لكم الفكرة شوية، خلونا ناخد مثال مشابه من الحياة اليومية للمجال المغناطيسي. لما نيجي نبص على المغناطيس العادي اللي بنستخدمه في حياتنا اليومية، فهنلاقي اننا لما بنمرر سلك معدني حوالين المغناطيس ساعتها بيتولد مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ده بيؤثر على الاجسام التانية الموجودة في محيطه فبيقدر يجذبها ويغير من وجهتها. وبنفس الطريقة المجال المغناطيسي للثقب الاسود بيأثر على المادة والطاقة المحيطة به، فممكن انه يؤثر على حركة الجسيمات المشحونة ويوجهها ويسرحها قبل ما تسقط في الثقب الاسود نفسه. ده غير انه يقدر يعمل للمادة توزيع من اول وجديد. والاهم من كده وده سبب الدراسة دي، وان المجال ممكن يأثر على المادة بطريقة ما ويرميها لخارج الثقب الاسود على شكل نفسات قوية مدمرة تعرف باسم الماجنتيك جيتس، ودي ظاهرة بتحصل في الثقوب السوداء وغيرها من الاجسام الفلكية زي النجوم النيوترونية. فلما يكون معنا ثقب اسود محاط بقرص من المادة الملتهبة والمغناطيسية، فوقتها المجال المغناطيسي المكون في المنطقة المحيطة بالثقب الاسود ممكن يسبب تأثيرات توجيهية للمادة ويسرحها ويطلقها في الاتجاه العمودي بسرعات هائلة. ودي ظاهرة بتحصل ونقدر نرصدها بسهولة من المراصد الفلكية، زي لما تلسكوب هابل رصد حقيقة وجود ثقوب سوداء هائلة في مراكز المجرات، ودور النفّسات دي مهم في نقل الطاقة والكتلة بعيد عن الثقب الأسود. هتقولي طيب هو ايه علاقة الاكتشاف ده بالضوء المستقطب؟ ويعني ايه هو اصلا ضوء مستقطب؟ العلاقة يا صديقي بين الضوء المستقطب والمجال المغناطيسي بتتمثل في قدرة المجال المغناطيسي على تأثير اتجاه انتشار الضوء وتوجيهه. فمثلا زي ما احنا عارفين ان الضوء هو موجة كهرومغناطيسية، فلما يمر الضوء خلال وسط في مجال مغناطيسي فمن الطبيعي انه يتأثر توجيهه واتجاه اهتزاز المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي للضوء، والتأثير ده بيسمى بتأثير فاراداي. والتوجيه اللي حصل للضوء ده بيعتمد على قوة واتجاه المجال المغناطيسي للجسم نفسه. وببساطة كده وجود ضوء مستقطب بيعرفنا بحقيقة وجود مجال مغناطيسي قوي، ومن خلال استخدام الخاصية دي قدرنا نكشف عن المجال المغناطيسي القوي للثقب الأسود الخاص بمجرتنا، وده اللي هيمكننا من فهم ودراسة المادة حوالين الثقب الأسود بشكل أكبر وكيفية إرسال الثقب للمواد دي على شكل نفّسات وانفجارات قوية أدرى بما يكفي إنها تدمر حضارات بأكملها. تم الكشف عن أول صورة على الإطلاق لثقب أسود سنة 2019، وبرضه من خلال مرصد أفق الحدث الـ EHT، واتكلمنا على ده من 4 سنين تقريبا أو 5 سنين بالتحديد في فيديو سابق على موجود هنا على القناة وممكن تشوفه من الآي اللي فوق. والصورة كانت للثقب الأسود الضخم M87 اللي بيقع في مركز مجرة ميسييه 87، والثقب ده كانت كتلته أكبر حوالي 1000 مرة من ساجيتاريوس A الثقب الاسود الموجود في مجرتنا، وبما انه اكبر فده معناه انه بيدور بشكل ابطا وده اللي بيخلي تصويره اسهل بكتير. وبعدها بسنتين كشف علماء الفلك عن صوره للمجال المغناطيسي للثقب ميسييه 87 واللي خدت منهم 3 سنين،
وكانت مهمة صعبة بأنهم يصوروا ثقب أسود بالضوء المستقطب. وبعد الصورة اللي انتشرت مؤخرا للثقب الأسود بتاعنا كمان بالضوء المستقطب، علماء الفلك كانوا مدهوشين، لأنه على الرغم من الفرق في الأحجام بين الثقبين الأسودين، إلا أن الصورة الجديدة بتوضح أن بنية المجالات المغناطيسية متشابهة بشكل ملحوظ بين الثقبين الأسودين، وده بغض النظر عن الفرق بين أحجامهم. وده شيء صادم لينا، وبيشير لفكرة أن المجالات المغناطيسية القوية هي سمات وخصائص أساسية مشتركة بين كل الثقوب السوداء فائقة الكتلة، واللي تعتبر خاصية هتفهمنا أكتر عن كيفية تفاعل الثقب الأسود مع المادة المحيطة به. وبكده لو حبينا نلخص كل حاجة علشان ما نبقاش تايهين، فخلونا نلم الدنيا كده سريعا. أولا الضوء المستقطب ده ضوء عادي، ولكن بيتم توجيهه واستقطابه لما بيكون في مجالات مغناطيسية قوية، واحنا استخدمناه علشان نكشف عن المجال المغناطيسي القوي بتاع الثقب الأسود المركزي في مجرتنا. ولما عرفنا من الصورة الجديدة قوة المجالات المغناطيسية، وقتها قارناها بأول صورة مستقطبة للثقب الأسود في قلب مجرة تانية، ورحنا توصلنا لحقيقة بتقول ان بغض النظر عن احجام الثقوب السوداء المركزية، الا ان كل الثقوب السوداء الهائلة في مراكز المجرات بتشترك في صفة وسمة واحدة، وهي وجود مجالات مغناطيسية قوية. ومعرفتنا بده هتساعد بفهم تطور المجرات وكيفية تعامل الثقب الأسود مع المادة المحيطة به، واللي هتعرفنا سبب خروج نفاثات المادة من مراكز المجرات. بس كده يا صديقي، وآخر حاجة مستني أعرف رأيكم في الكومنتات، ومتنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. وإلى لقاء جديد من إنفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.